هذا وعد العدة لذلك الموعد. انطلق الشوط الثاني مشاهدينا الكرام على الهواء مباشرة على أرض دستور أحد أسماء هجن العاصفة الشهيرة، الأسطورة الكبيرة التي حملت الرموز وأهدتها لهجن العاصفة وجماهيرها، الهجن المملوكة لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي حفظه الله. شوط القعدان، أول أشواط القعدان، وفي مقدمة هذا الشوط مشاهدينا الكرام المبتكر للسيد عبد الرحمن بن راشد بن علي العلي المعاضي القادم من دولة قطر الشقيقة، ويليه مباشرة في المركز الثاني شاهين لمحمد بن سيف بن سهيل بن شلثم الخيالي، وفي المركز الثالث القعود الأصفر هذا اللي دخل بقوة مشاهدينا الكرام، قدمني بحياب حبة بس اللي هو كحيلان لسيد محمد بن مطر بن حمد الكتبي. المركز الرابع يصل رقم 2 اللي هو عالي لعلي بن سالم النايلي الشامسي، والمركز الرابع يليه مباشرة مزاح لسعود بن علي بن حمد المحاربي. المركز الخامس مباشرة ننتقل إلى حامل رقم 40 هملول محمد بن سليمان بن علي بن شطيط لوهيبي من سلطنة عمان الشقيقة. المركز السادس ايضا بشوف في المركز السادس اللي هو اذا مركز السادس شاهين مصبح بن راشد بن مصبح الظاهري. المركز السابع، المركز السابع اللي هو العابر لناصر بن حميد بن علي بن هاشمي. المركز الثامن يصل في هذه اللحظات نايف لخالد بن لاحج الحلامي الاجتبي. المركز التاسع من الجانب الاخر نرى السهم لاحمد بن محمد بن حمد الجنيبي. والمركز العاشر، المركز العاشر، المركز العاشر سياف لصالح بن راشد بن سعيد العويسي القادم من سلطنة عمان الشقيقة. سيل كبير في هذا الشوط، 50 قعود يا جماعة، 50 قعود، لا 49 تحديدا، ما شاء الله. نعود إلى مقدمة شوط حيث السيطرة اللي قدمها في هذه اللحظات حامل رقم 2 عالي للسيد علي بن سالم النايلي الشامسي في المركز الأول، بينما المركز الثاني من هناك مزاح لسعود بن علي بن حمد المحاربي، وفي المركز الثالث يأتي أيها الأخوة والأخوات هملول لمحمد بن سليمان بن علي بن شطيط لوهيبي. المركز الرابع وصول للعابر لناصر بن حميد بن علي بن الشامسي بن علي الهاشمي، بن علي الهاشمي يا جماعة أرجو المعذرة، لخبطة في العدد شوي والأرقام. المركز الخامس مباشرة، شفت حمد اللي في المركز الخامس اللي يحتل إذن سياف لصالح بن راشد بن سعيد العويسي. ضيوفنا للسلطنة، السلطنة قادمين بقوة مشاهدي الكرام، بينما هناك المبتكر لعبد الرحمن بن راشد بن علي العلي المعاضيد من دولة قطر الشقيقة. المركز السابع، السابع اللي يحتل شاهين لعبيد بن محمد بن عبيد بن الحاص العامري، وهناك دخول من حامل رقم 1 مهاجر عامر بن محمد بن عبيد المزروعي. دخلنا الكيلومتر الاخير يا جماعه، زمان الان 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 ندخل الكيلومتر الاخير الان، لا والله 800 وصلنا خلاص يا جماعه، وصلنا الان وننطلق مع مقدمه شوط مع مزاح لسعود بن علي بن حمد المحاربي المسيطر على المركز الاول، المسيطر على زمام الامور. الله يا المحاربي، الله اللي من الجانب الاخر العابر لناصر بن حميد بن علي الهاشمي، وفي المركز الثالث وصل مهاجر لعامر بن محمد بن عبيد المزروعي. المركز الرابع، المركز الرابع اللي يحتل سياف صالح بن راشد بن سعيد العويسي. المركز الخامس مبتكر للسيد عبد الرحمن بن راشد بن علي المعاضيد. المركز الخامس غير الآن، وصل شاهين لعبيد بن محمد بن عبيد بن الحاس العامري. لكن نعود يا جماعة إلى مقدمة الشوط، إلى الخطف العام عابر اللي عبر خذ المركز الأول ناصر بن حميد بن علي الهاشمي. يا سلام من سلطنة عمان الشقيقة، سلام يا السلطنة، سلام بجماهيرها، سلام تحديدا يا أهل الكامل، سلام تحديدا لأهل الكامل، سلام يا السلطنة، سلطنة عمان الشقيقة. تهانينا للسيد ناصر بن حميد بن علي الهاشمي على فوز العابر بالمركز الأول مشاهدينا الأعزاء، وعبوره إلى بر الأمان مسيطرا على مجريات الأمور، واصلا في مقدمة هذه الأعداد. ثانيا يصل شاهين عبيد بن محمد بن عبيد العامري، ثالثا يصل فيها مهاجر علي عامر بن محمد بن عبيد المزروعي. المركز الرابع اللي شاهين المركز الرابع والثالث حمد، الرابع مبتكر لسيد عبد الرحمن بن راشد بن علي العلي المعاضيد، الخامس
المركز الخامس اللي هو سياف صالح بن راشد، اي سياف صالح بن راشد بن سعيد العويسي. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام، وهذا هو العابر اللي عبر بالناموس. والسلام إلى أخواننا على الهواء مباشرة إلى سلطنة عمان الشقيقة، وانطلاق هذا المشوار. الشوط الثاني هو أول شواط القعدان، الحقائق 4 دقائق 37 ثانية 3 أجزاء من الثانية. تهنينا والناموس لضيفنا الكريم من سلطنة عمان الشقيقة اللي هو ناصر بن حميد بن علي الهاشمي، اللي وصل ثانيا مشاهدينا الكرام. يصل في المركز الثاني شاهين عبيد بن محمد بن عبيد العامري، وفي المركز الثالث الوصول في المركز الثالث لمهاجر عامر بن محمد بن عبيد المزروعي. المركز الرابع خلنا نشوف توقيته، اذا 4 دقائق 39 ثانية 5 أجزاء من الثانية توقيت اللي فاز بالمركز الثالث. المركز الثالث اللي هو مهاجر عامر بن محمد بن عبيد المزروعي. تهانينا والناموس. الان مشاهدي الكرام ارحب بزميل حمد بضبيب الشامسي والتعليق على الشوط القادم، اتمنى له التوفيق ولكم التوفيق ايضا ولحسن المتابعه.